الموسيقية الوطنية عبأت لهذه الخطوة يعني التصعيدية نقول، وهي خطوة إندارية كأولا وأخيرا، لأن التنسيقية الوطنية تتوعد الوزارة الوصية يعني ببرنامج نضالي، يعني نقول ببرنامج نضالي تصعيدي سيصل إلى شل المرفق العمومي. إذا كان اليوم الجهات الوصية تتغنى بالشعارات ديال المردودية وأن التعاقد راه ما بقاش حد لنا من غياب الأساتذة، فهذه فقط كنقولوا هي إجراءات اللي هي روتينية وفقط تقنية. قطاع التربية والتكوين قطاع اللي هو حيوي، يقوم على الديمومة، يقوم على تنشئة أجيال يعني من نساء ورجال ديال هذا البلد. لكن مخطط التعاقد كما قلنا النهار الاول هو جاء باش يزيد يكرس الفئويه من داخل قطاع التربيه والتكوين، داكشي على باش جينا اليوم باش سطرنا هذه الخطوه الانداريه، لان الوصيه ماضيه، نقول ماضيه في تجاهلها لهذا الملف ولا تبحث عن طرق وقنوات لحل حالات هذا الملف. اكيد اليوم متابعتو، فالاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد حجوا من جميع بقاع المغرب يعني معازرين بالهيئات النقابيه والسياسيه والتربويه وكافه الشرفاء الغيورين على المدرسه العموميه، جاوا باش يقولوا بصوت واحد ضد التعاقد دفاعا على المدرسه العموميه. الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد اللي اختاروا هذا الاعتصام الانذاري 29 و30 من هذا الشهر هذا باش يرسلوا واحد الرساله واضحه للراي العام وباش نعرفوا بالقضيه ديالنا، ثم باش نقولوا الوزارة ديال التربية الوطنية بأن الإصلاح أساسه هو الأستاذ، لأن أي مسلسل ديال الإصلاح أو مخطط ديال الإصلاح اللي غادي يطبق المخرجات دياله هو الأستاذ داخل القسم، فإذا كان هذا الأستاذ غير مستقر نفسيا ولا اجتماعيا فلا يمكن لجميع المخططات الإصلاحية أن تنجح. لهذا فالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يرفضون البتة هذا النوع من التوظيف ويطالبون بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. ثم كنقولوا للوزارة الوصية بأن هذا النهج ديال الأذان الصماء اللي كتنهجوا تجاه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بأنه غادي يؤدي إلى كارثة في التعليم. نعم، لأن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تنسيقية قوية حرة مستقلة ولن نتنازل عن هذا الحق، وسنناضل من أجله وسنصعد ثم نصعد حتى يتم القضاء على هذا النظام، نظام التعاقد ونظام الدل والهشاشة والهوان. نحن نؤكد من هذا المنبر أن هذا الاعتصام هو رسالة قوية للحكومة في شخص وزيرها وزير التربية والتكوين، على أساس أنهم مصممون في المجلس الوطني المقبل في حالة عدم التجاوب مع مطالبنا أننا سنسطر برامج قوية صعيدية، وحتى وإن اقتضى الأمر يعني شل حركة الدعوة إلى مقاطعة الدراسة وشل حركة التعليم بالمغرب. ومن هذا المنبر نحيي كذلك جميع الإطارات المتضامنة معنا، إطارات يعني الإطارات الحقوقية والنقابية والسياسية والمنابر الإعلامية الحرة الشريفة اللي تفاعلت معنا في هذا المعطى، وجميع الفاعلين الاجتماعيين اللي هما دائما إلى جانب جميع المعارك، لأن هذه المعركة لا نعتبرها فقط معركة تنسيقية الوطن الذي فرض عليه التعاقد ومعركة الأساتذة فقط، بقدر أن هي معركة الشعب المغربي من أجل الدفاع على المدرسة العمومية، وعاشت جميع المنابر الإعلامية الحرة، وعاشت الأساتذة يعني القطاع في قطاع التعليم.